أسيس رضا، كمان أنت ذكرت عن العصمة، بس في شيء لفت انتباهي أنك ذكرت أنه العصمة غير الوحي، فممكن تشرح لنا عن ما هو مفهوم الوحي في الكتاب المقدس؟ لأن هنا في إشكالات، يعني في أحبائنا المسلمين بيختلفوا معنا بين فكرة الوحي والتنزيل إلى آخره، فممكن توضح الفكرة من فضلك. الحقيقة الله بيتكلم، الله بيتكلم زي ما قال ابني هاني روماني، الله بيتكلم ليا وليك، الله بيتكلم كل الناس بصوت وصورة من حواليك، كله يعطيك قلب حساس. الله بيتكلم، الله بيتكلم، والكتاب المقدس بيعلمنا أنه في هناك إعلان عام وفي إعلان خاص. الإعلان العام الله بيتكلم من خلال الطبيعة، السماوات تحدث بمجد الله زي ما بيتكلم في مزمور 19، أو أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض زي ما بيتكلم في مزمور 8، أو أعمال الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية زي ما بيتكلم في رومية 1:29. ده الإعلان العام لكل الناس، واضح الله عايز يوصل مين هو للجنس البشري، عايز يقول مين هو، عشان كان نلاقي 500 مرة في أسفار موسى 5 يقول قال الله، 4000 مرة في كل العهد القديم يقول الكتاب قال الله، أمر الله، تكلم الله، وهلما جرى. إذن هناك إعلان عام وهناك إعلان خاص، إعلان خاص في الكتب المقدسة، في الكتاب المقدس. والنهاردة لازم نبقى فاهمين كلمة الوحي. يقول لنا الكتاب في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 الآية 16، يقول لنا كل الكتاب هو موحى به من الله. ثيوبنيوستس الكلمة اليوناني تعني متنفس الله، متنفس الله. الله عندما يتكلم يتنفس، ويأتي هذا التنفس إلى كتبة الوحي المقدس. عشان كده نبص نلاقي أن الكتاب، الله عندما يتحدث، الله مش عاجز، الله قادر، الله متكلم، وهو يريد أن يوصل رسالته للجنس البشري. لكن الله استخدم أنبياء كثيرين عبر التاريخ علشان خاطر نفس الكلمة بنفس الرسالة بنفس القوة بنفس العصمة تصل إلى الجنس البشري، تصل إلى المكتوب إليهم. زي بالضبط أشعة الشمس لما تخش على كاتدرائية فيها ألواح جميلة زجاجية بألوان مختلفة، هو شعاع واحد للشمس، وعندما تسقط أشعة الشمس على الحائط يكون لها ألوان مختلفة. لذلك الله يستخدم علم موسى، ويستخدم شاعرية داود، ويستخدم ارتقاء يوحنا، ويستخدم بساطة عاموس، ويستخدم بطرس، ويستخدم هلما جرى. عشان كده المقصود بالوحي هو أن الله يتكلم، الله يتكلم، والله يعصم من يستخدمهم من الأنبياء لكي يوصل ليس فقط الإعلان العام بواسطة الطبيعة وما يصنعه الله في الخليقة وفي التاريخ، لكن أيضا من خلال الإعلان الخاص. هذا هو المقصود بالوحي، الله بيتكلم. ويكلم الكتاب المقدس في رسالة عبرانيين أصحاح 1:1، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. وهنا بنشوف أنه الوحي بياخد صورة مختلفة، صورة كاملة، أنه الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. إكسجيسس الكلمة المستخدمة هي الإعلان عن الفكر، الإعلان عن الإرادة، الإعلان عن الشخصية، الخروج من المتاهة، والإعلان عن من هو الله. وهنا بنشوف أن الكتاب المقدس بيقدم لنا صورة الوحي، الله يتكلم، والله يعصم الكتاب ويستخدم خبراتهم وثقافتهم وظروفهم وأحوالهم، ويعصمهم لكي يقدموا ليس فكرهم هم،
لكن يقدموا فكره هو بأسلوبهم هم. فالكتاب المقدس صناعة إلهية 100% وصناعة بشرية 100%، لأن الله عصم هؤلاء الكتاب بصورة واضحة. حابب أقول كلمتين ثلاثة حابب أقولهم فيما يختص بالمقصود بالوحي. سفر تثنية أصحاح 4 الآية 2 يقدم الرب أمر يقول: لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا. يشوع يقول في يشوع 23: لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذي تكلم به الرب، الكل صار لكم، لم تسقط منه كلمة واحدة. وده يعلمنا أن الوحي الكتابي لفظا ومعنى، فليس فقط هو مجرد معنى، لأنك لا تستطيع أن تفصل المعنى عن اللفظ، وإلا كيف يمكن أن تتم مئات النبوات التي تحدث بها الكلمة المقدسة ولم يكن يعرف كتابها عنها شيء على الإطلاق. قد إيه شيء جميل يا أسيس نزار إن إحنا نشوف كده الكلمات الجميلة في سفر العدد أصحاح 23 لما يقول الكتاب في الآية 19: ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل. كافي. والصورة الجميلة البديعة الرائعة الممتعة في سفر إشعياء 55:11: كما أن المطر والثلج ينزلان من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتخرج زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. جون كالفن قال: عندما تفتح الكتاب المقدس يفتح الله فمه. فالوحي يعني أن الله أعلن عن نفسه وأنه استخدم خبرة الكتاب لكي يوصل ذات الفكر بذات الكلمات التي في هؤلاء الكتاب إلينا.